بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة ميعادنا مع الدرس رقم 112 من دورة أوتوبلي ميديا ستوديو الإصدار الثامن تحت رعاية موقع وقف أونلاين دوت كوم. إن شاء الله إخواننا النهاردة هنتكلم على درس مهم جدا، و البيج أكشن أو الأكواد الخاصة بكائن الصفحة اللي هو البيج. طبعا كائن الصفحة يا إخواننا البيج دايما بتحكم فيه من زرار البيج، بمعنى لو انا عندي صفحة تانية دي غالبا، انا بقول غالبا مش هتحكم في الصفحة دي من خلال ايه هنا، تمام؟ مش هتحكم في الصفحة دي برضو من خلال اي عنصر من هنا، تمام؟ الا إيه؟ تنقل دايما اللي بينقلك من ده وده المتغيرات، اللي بينقلك من هنا لهنا المتغيرات. اتفقنا يا اخوانا؟ طيب جميل، هندخل بسرعة لأكشن الايه الصفحة. نجيب الزرار بتاعنا اللي احنا كل مرة بنجيبه، لون كليك. خلي بالك ما بتكلمش على احداث الصفحة، تمام؟ لسه احداث الصفحة خدنا منها ولسه ايه مش بناخد منها حاجات، دول احداث الصفحة. خدنا ستارت تايمر وستوب تايمر مش هنتكلم عنه. اول شيء كليك اوبجكت. يعني ايه كليك اوبجكت؟ خلي بالك كليك اوبجكت هو عبارة عن كود بيتم تنفيذ كأنك ضغطت على ايه اوبجكت موجود في الايه في الصفحة. تعالى ناخد مثال، انا عندي زرار تاني اهو، اول ما اضغط عليه هيجيب لي رسالة ويقول لي مثلا ايه هلو هلو مين يا عم، تمام؟ طيب تمام مفيش اي مشكلة خالص. هنا خلي بالك لما اضغط على الزرار ده، خلي بالك الزرار ده له علاقة بده؟ لا، هقول له بيج اهو، خدها من القفل كليك اوبجكت، هضغط على الاوبجكت. خلي بالك هنا بيجيب لك اي اوبجكت موجود فين في الصفحة، اي اوبجكت مهما كان موجود في الصفحة، اي نوع، تمام، من الانواع اللي احنا خدناه في الايه في الاوبجكت. خلاص يا اخوانا، سواء كان ريتش بوكس سواء كان ريدي بوتون اي شيء، هو فعلا بيضغط عليه يعني بيروح الماوس؟ لا، هو بينفذ لك الكود اللي في الان كليك، بينفذ لك الكود اللي في الايه في الان كليك. طيب ما هو في اوبجكتس ما باخدش الان كليك، يبقى خلاص مش هضغط عليه، صح؟ مش في اوبجكت ما باخدش الان كليك، تمام؟ اهو يعني احنا قلنا ايه كليك اوبجكت بيقول لك فايرز بيطبق او بينفذ الاون كليك ايفنت، يبقى لو ما فيهوش في الايه في الاون كليك اهو، مش ما فيش في الاون كليك مش هيعمل. خلاص اهو هينفذ الاكشن اللي موجود في الايه اون كليك ايفنت بي اكسكيوتد، هتتنفذ. اتفقنا؟ طيب تعال نقول له بوتون 2. طبعا البوتون بتاعنا بوتون 2 اهو ده. طيب تعالى يبقى خلي بالك ده هينفذ الكود اللي هنا اهو، مع ان ده ملوش علاقة بده، تمام يا اخوانا؟ يبقى بفضل الله احنا فهمنا كده ازاي اخلي الاوبجكت انفذ اللي في الايه في الام كليك. مثلا ده، هل ده في الحدث اللي هو اون كليك؟ ده الحدث في اون كليك يا اخوانا؟ لا، تعالى من هنا اهو، هو هيجيبهولك، تمام؟ هل انت عملت حاجة في الحدث هنا؟ ده حتى مفهوش كوك اكشن. اتفقنا يا اخوانا؟ حط هنا اي شيء، رسالة فاضية مثلا، تمام؟ رسالة ايه فاضية؟ مفيش. ليه؟ لان ده ما فيهوش حدث اون كليك، يبقى ده ما فيهوش حدث ايه اون كليك خالص. خلاص يبقى الاكشن، تعال الاكشن تمام في الايه في البيج اهو. دول الاحداث
بتوعنا. كده يا اخوانا يبقى عندي الحدث كليك هنا اهو، استخدم لإيه؟ تنفيذ الأكواد الموجودة في كائن موجودة في حدث اون كليك، اون كليك ايه، اون كليك تمام، في كائن يوجد به هذا الحدث. تمام جميل، اتفقنا يا اخوانا. طيب خلصنا من ده، نيجي بقى للكليك. كريت اوبجكت يعني ايه يا اخوانا؟ كريت اوبجكت من خلاله خلي بالك هتعمل اوبجكت جديد. هتعمل ايه؟ اوبجكت جديد. ايه ده؟ ممكن اعمل اوبجكت جديد في اثناء تشغيل برنامج؟ اه. طب احدد مكانه ازاي والكلام ده؟ معروف كل ده معمول حساب ان شاء الله. تعالى طيب اختار نوع من ايه انواع بتاعت، ولكن مثلا ممكن اعمل بوتون. اه تمام، هيبقى اسمه ايه؟ خلي بالك بقى، هيبقى اسمه ايه؟ خلي بالك من دي. ليه؟ افرض الاسم ده موجود، خلي بالك ممكن بدل ما تعمل له البوتون تقول له مثلا 0 1 2 3، يعني ممكن لا تدي كونستانت تختار او تدي له الايه القيم. اتفقنا خلاص. طيب ادي له الايه القيم بتاعنا. خلي بالك بقى ذا نيم ايه اسم الاوبجكت. شوف الملاحظه، بقول لك ذس نيم ماست نوت بي ذا نيم اوف اذر اوبجكت، ما ينفعش يكون ايه اسم ايه اوبجكت تاني زي ما قلنا. طيب اف ان اوبجكت on the page already exist، لو الاسم موجود بالفعل وإذا نمد باست an error will occur، هيحصل ايه؟ خطأ. وصل يا اخوانا؟ يعني انت مثلا تدي له اسم مثلا بوتون واحد، وقلت له لو سمحت اعمل له بوتون جديد اسمه بوتون واحد، يا عم الحاج ازاي في اصلا بوتون واحد موجود؟ تمام، يعني انت بتعمل تغيير وبتطلع مثلا اللاعب رقم 6 وبتنزل لاعب رقم 1. يا ابن الحلال، ما حارس المرمى رقم 1 ما ينفعش. تمام طيب ده افتراض ده حارس المرمى رقم 1. طيب هنا البروبرتس خلي بالك من الحتة دي. طيب ما انا هديله ايه؟ احنا قلنا هنا بديله نوع واسمه بشرطه وخصائص. هديله جدول خصائص؟ اه. طب ممكن اديله خاصيتين بس؟ اه زي ما خدنا قبل كده. طيب تعالى شوف جدول الخصائص الملاحظة اللي بقول لك عليه، بقول لك ده جدول الخصائص اللي هيتم وبتاع وبتاع. طيب بقول لك كليكنج اون ذا كليك بلو هنا، يعني من هنا هيتم خصائص كل زرار اللي احنا اتكلمنا عليه. خلي بالك كل الخصائص انت ممكن تتغير الا شوف الليبل، الهايت والوايتس ما ينفعش ايه تعملهم للليبل بالنوع ده. ليه؟ الوايت والهايتس ما يفرقش مع ايه؟ مع الليبل. ليه؟ لانه بيقف على درجة الخط، بيقف ايه؟ بيقف على الخط. لكن البطن انت ما بتحكمش في الخط، تحكمش في الخط، انت تحكم الاول في الصوره اللي ظاهره في البطن. خلاص؟ طيب يبقى زي ما خدنا درس الايه؟ البروبرتيز، برضو نقدر ناخد درس الايه؟ البطن. بمعنى صلى على النبي يا اخوان، صلى الله عليه وسلم. انا هنا اعمل اوبجكت جديد. طيب خلي بالك الاول قبل كل شيء هنا ما بيرجعش اي شيء، خلي بالك هنا ما بيرجعش اي شيء. طيب اتاكد ازاي اللي ما فيش خطأ حصل؟ أصلا هعمل هنا أقول له مثلا إيه، أعمل لي هنا اسمه بوتون 1 موجود عندي بالفعل بوتون 1، وما تدولوش أي جدول، اعمله خلاص كده. خلاص تعالى حصل خطأ، أنت بتعمل بوتون 1 وأصلا وأنت عندك موجود بوتون 1. طيب خلاص أنا هعمل بوتون 2، بلاش بطن واحد. تمام طيب انت بتديني اصلا ماشي، انت بتديني بطن واحد بس فين ال ال
تيبول، حتى الارجيومنت التالت اللي هو الجداول البروبرتيز، فين يعني هيكون بروبرتيز زي ما فيش اي بروبرتيز. قال لك اه انت عايز بروبرتيز، طيب تمام هقول له اهو، خلي بالك هحدد جدول، هقول له تيبل بروبرتيز هجيبها منين، هقول له بوتون دوت جيت بروبرتيز اجيبها منين، من البوتون واحد، اجيبها من ايه، من البوتون واحد، بس هغير فين، هقول له تيبل بروبرتو اهو، تيبل بروبرتيز دوت مثلا دوت اكس بيساوي مثلا ايه 10، ودوت الواي يساوي 200. خلاص طيب، واحد يقول لي طب مش ده زي ما احنا قلنا قبل كده، ده اه ممكن تقوم جاي له ده اهو بيساوي ده تمام، وده بيساوي ده، او تقول له خلي بالك انت اصلا مش شرط تعمل كده، او تقول له جدول هنا اهو تمام. بس المشكلة في الجدول انت بتحتاج حاجة دايما في الحاجة دي، استخدم الجدول بالطريقة دي، ما استخدمش بالطريقة اللي احنا نعوض كده. ليه؟ اصل انت محتاج حاجات كتير جدا في البتاع، محتاج زي التكست مثلا، تقول مثلا تيبل برو دوت تكست، طب التكست هتكتب على النص، او التكست بيساوي نيو طبعا سترينج نيو تكست، تعبت مش عارف تجيب حاجة، تقوم جاي تحت هنا اهو تعمل كومنت كبير اهو، وتجيب بين الكومنت ده بروبرتيز الزرار، اد اكشن بروبرتي اي بوتون اهو، ادخل بقى براحتك اعمل اللي انت عايزه، قيس بقى بوتون فايل، حدد المكان ومش عارف، بس غير اسم الجدول لاسم الجدول اللي انت من واخده اوبجكت تاني، او تحدد الخصائص دي كلها في مكان مثلا، ولكن في الفانكشن جلوبال فانكشن اهو، وتقوم جاي له لو سمحت خد الايه ده، خد الايه الجدول ده حطه عندك اعتمد. خلاص تعال نجرب، يبقى بعمل ايه دلوقتي، بعمل اوبجكت جديد من نوع جديد. طيب تعالى بقول لك ارجيومنت ماست بي اه هنا انا برضو مخلينها لسه نيل، يبقى احنا نيل، يبقى احنا عملنا كده ايه بقى اهو، انا كده بعمل اوبجكت جديد بنوع خاص بايه، بجدول خاص اهو 10 200. ايه ده يعني انت ممكن تعمل اي شيء اهو، خلي بالك انا كده بعمل بس تحت بعض، انا كده بعمل بالفعل اهو بس ايه تحت بعض. طيب يبقى هنا اسف ما كنتش بعمل، هو كان بيعمل اوفر رايت عليه، لان كده خلاص في بوتون ايه واحد، طيب انا كده اسمه بوتون اتنين عملته واتحكم فيه تمام. طيب هعرف منين ان انا عندي اوبجكت اسمه اوبجكت اتنين او بوتون اتنين، انت كده هتتلخبط. هقول لك لا استنى، ما هو ما سبقش الامر كده، اهم حاجه احنا فهمنا ده اه ان شاء الله. طيب ناخد الاكشن اللي بعده، في حاجه اسمها ديليت اوبجكت، مش جبني الاوبجكت بتاع مثلا اي اوبجكت مثلا، هو طبعا هتحط الاسم مش هتختار، هتحط مثلا هعمل زرار ده اسمه بوتون كام اتنين، مش عاجبني بوتون اتنين انا عايز امسحه، امسحه مش اخفيه، امسحه انت فاهمني، امسحه اهو بيج دوت ديليت، ديليت اوبجكت بحدد له الاسم اهو، هقول له هنا بكتب الاسم بالظبط، خده كوبي بيست بوتون اتنين تمام اهو، مسح اتمسح خالص تمام. يبقى بفضل الله كده، اسف انا مثلا بفضل الله كده اتعلمنا ازاي نعمل اوبجكت جديد ومسح ايه اهو، هنا ليه لعمل كائن جديد باسم معين ليس موجود، تمام وجدول معين. خلاص طيب هنا لحذف
أي كائن من الصفحة، تمام؟ مع تحديد الاسم، تمام؟ بتحدد له الاسم بس. طيب ايه بقى انوميريت اوبجكتس؟ خلينا قلت لك انت ايه، هعرف اللي هو الاوبجكت موجود ولا لا منين؟ صلى على النبي. هنا هاجي هنا الحدث، في عندي حدث اسمه انيموريت اوبجكتس، بيرجع لي بجدول بكل اسماء الاوبجكت اللي موجود عندي في الصفحه. تاني، بيرجع لي بجدول بكل اسماء الاوبجكت اللي موجود عندي في الصفحه اهو. طيب لو ما فيش اي اوبجكت موجود عندي في الصفحه، نيل از ريتيرنينج. خلي بالك دايما من الريتيرن دي، بيرجع بنوع ايه؟ تيبل. طيب في تيبل هياخد نيل، عادي تيبل فاضي، حاجات الاسم بس مش موجود فيه شيء، تمام يا اخوانا؟ تمام. يبقى هنا ايه؟ نيل از ريتيرنينج. طيب تعال نجيب الاوبجكت اللي موجوده في الصفحه ده، هقول له تيبل اول اوبجكت، تمام. طيب هنستخدم فور مع الجدول، فور اي ان بيرز تيبل اول اوبجكتس، تمام. اند نسينا دو، دو اعمل ايه؟ هعرض اسمه بقى، ما هو بيبقى مترقم بواحد واحد الاندكس اهو. هقول له ديالوج دوت مسج، ما نعمل لها ماكرو، هقول له هنا الايه الاكس الاي اندكس، وهنا الايه اسم الجدول اهو هوم دوت الايه، مش دوت بقى، هنا الايه الاكس، اسف الاي. وصلت يا اخوانا؟ تعال نشوف انا عندي كام، اربع اوبجكتس اهو. طب لو عندك اوبجكت من نوع هنعرف نوعهم برضو، هنعرف دلوقتي ان شاء الله نجيب نوعهم. طيب تعال نشوف ايه الخطأ، بيرز كابيتال هي سمول، شوف الاسم برضو، تمام هو صح. قال لك واحد ليبل وقف اهو، ليبل وقف اهو، هنا ليبل ها كورس ايميل اهو، بوتون واحد. وصلت يا اخوانا؟ ها وصلت. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هعمل ايه بقى اهو، خلي بالك هستخدم ده وده عشان اعمل اوبجكت جديد ما يطلعليش خطأ، خلي بالك اهو، تمام. طيب طب تعالى نسيبها دلوقتي عشان ناخد كمان حاجة، سيبها دلوقتي. يبقى هنا اهو يرجع جدول ب مش عارف الكيبورد دي اسماء كل الايه الكائنات في الصفحة، تمام. وان لم يجد يكون الجدول ها قيمة نل، في بعض اللغات التانية نل، تمام يا اخوانا. طيب جميل جدا. طيب جيت فوكس، تعال جيت فوكس يا اخوانا عكسها هناخدها دلوقتي سيت فوكس اهي، هناخدهم مع بعض. يعني ايه فوكس؟ قلنا قبل كده، ممكن احنا خدناها قبل كده، وانت بتفتح اي برنامج من البرامج وليكن لما تفتح مثلا رن، لاحظ اول ما تضغط هنا ليه ما ضغطش هنا؟ طب اول ما تضغط انتر ليه ضغط على اوكي وما ضغطلكش على كانسل؟ تمام. طيب دي مش هي يعني، دي مش هي الفوكس، لكن الفوكس اول ما اقفل رن كده اهو وفتحتها، تمام. لاحظ ليه حط القلم هنا؟ يعني اول ما اعمل كده ده اللي يستجيب لي، ده بيسموه الفوكس. يعني ايه الفوكس؟ فوكس عن التركيز او انتباه، تمام. بيستحوذ الكائن اللي بيستحوذ على افعال الكيبورد، الكائن اهو صغنن كده او فرعي الفوكس،
اهو هو ان يستحوذ كائن بين قوسين يقبل يقبل الايه يقبل الفوكس. مش كل الكائنات تقبل الفوكس، تمام؟ زي الزرار مثلا، عندنا هنا الزرار ما يقبلش الفوكس، هنشوف ده الميز منه، تمام؟ كائن يقبل ايه استحوذ كائن لايه ليستجيب لأزرار وضغطات لوحة المفاتيح أو الكيبورد. الكيبورد، اتفقنا يا اخوانا؟ طيب جميل جدا. يبقى الفوكس ان يستحوذ كائن، تمام، ليستجيب لأزرار وضغطات الكيبورد. خلاص، شيء جميل خالص. يعني لاحظ اول ما افتح ده الاحظ هنا، اول ما اكتب الاقي ده، وصلت يا اخوانا؟ تمام، هو ده الفوكس. طيب لا بقى نقول له ايه ليبل، هات ده الاول هنا، وهات بوتون تاني، هات بوتون تاني. انا عندنا اتنين اهم من نوع مختلف، هات تمام دول، بس واحد بيقبل واحد ما بيقبلش. تعالى بيج دوت جيت فوكس، تعالى نشوف ايه بقى اهو. خلي بالك هنا ايه الكائنات اللي بتقبل فوكس. هنا اول شيء الاكشن ده بيعمل لك ايه؟ بيرجع اسم الكائن اللي عليه الفوكس. يبقى ها الاكشن ده اهو، يرجع اسم، طبعا بيرجع بسترينج، اسم الكائن المستحوذ على فوكس، تمام يا اخوانا؟ تمام، مستحوذ ايه على الفوكس. طيب لاحظ هنا الانواع اللي بتقبل الفوكس، قال لك مش كل النوع بيبقى الفوكس. الانواع الكويك تايم، الفلاش، الاكس بوتون، يعني مش البوتون، الاكس بوتون مش البوتون، تمام، التشيك بوكس، الراديو بوتون، الانبوت، الكومبو بوكس، الليست بوكس. اه تعال خدهم، تمام، لحد هنا. فانا اخوانا خلي بالك، انا بقول لك it may also apply to various types of plug in، يعني في بلوك ان بيقف عليه، في زي ما قلنا في اضافات خاصه بالكلام ده اهو، تمام. دول الايه ها اللي بيقبل الايه الفوكس، تمام يا اخوانا. يبقى جيت فوكس يرجع اسم الكائن المستحوذ على الفوكس، عكسها اهو، هاتوا 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 سيت فوكس، انت اللي بتحط بقى سيت فوكس، انت اللي بت ايه اللي بتحط اهو، وضع استحواذ فوكس على كائن معين اهو يقبل الايه يقبل الفوكس، تمام تمام يا اخوانا. طيب ناخد مثال بسرعة عشان ننهي بقى، هقول له جيت فوكس ما بياخدش مني، بيرجع بس متغير. هقول له لو سمحت هنا مثلا ايه اكس مثلا، غير اسمه اكس، وانا لو سمحت اظهر لي الاكس. خلاص طيب، يعني اول ما اضغط الزر ده يظهر لي الاكس. خلي بالك بقى، اول ما الصفحة تبتدي حطيت انا الفوكس هنا صح، اضغط هنا، قال لك انبوت واحد. طب لو حطيته هنا بيج هوم، انت كده عامل ايه فوكس على البيج هوم. قال لا، اه ما انت مش ضاغط حاجه، خلي بالك. يبقى انت لو مش ضاغط حاجه اهو هنا بقول لك سترينج كذا، تمام. لو انت مش ضاغط حاجه يحصل خطأ، تمام. وخلي بالك برضو الايه الصفحه بيقف عليها الايه الفوكس، بيقف عليها برضو ايه الفوكس، اتفقنا يا اخوانا؟ تمام. طيب انا كده عايز اقول له سيت فوكس، يعني اول ما الصفحه، خلي بالك اول ما الصفحه تفتح اهو في السكريبت، اول ما الصفحه تفتح اهو في الاون شو، هقول له ايه بيج دوت سيت فوكس، انا اللي هحط بقى الكائن اللي يقف عليه الفوكس، اللي الكائن اللي عليه يقف عليه الماوس، كأني ضغطت عليه بالماوس عشان يستجيب لي بقى، مش ضغطت عليه بالماوس كضغط، يعني ايه احط فيه يعني ايه يستحوذ على افعال الكيبورد. خلاص اهو انبوت واحد،
ليه؟ ده النوع الوحيد اللي عندي يقبل ايه من الانواع اللي ذكرناها فوق. خلاص تعالى، اول ما الصفحة تفتح اهو يستحوذ على ايه، على الفوكس بتاعي. تمام يا اخوانا، لاحظ تلقائي جاب الايه، الفوكس. طب لو انت حطيتها في الاون بريلود، تعالى اهو بص بقى الخطأ، مفيش. ليه؟ ما كانش الكائن اتعمل. كان الكائن اتعمل، لا يبقى كده مش ايه، مش الفوكس اهو، بدليل ان ضغطت على الكيبورد مفيش. لكن لو حطيته في الانشو حدث، خلاص اما صفحة تظهر اهو. استحوذ على ايه؟ تمام. طيب بسرعة، هنا احنا قلنا بس كده، خلاص نخلص الدرس ان شاء الله، نكمل الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.